جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نام الشخص وكان صائما في رمضان أو في غيره واستيقظ، ووجب على نفسه أثرا للجنابة سواء كان ذكرا أو أنثى، هل بطل صيامه؟ وماذا يجب عليه حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. الصيام لا يبطل بالاحتلام. الحمد لله. وإنما لا يبطل بالجناح. أما الاحتلام فإنه لا يبطل الصيام لأنه بغير اختيار الصائم. وعليه الاغتسال، الاغتسال من الجنابة، وصيامه صحيح والحمد لله. نعم.